نهى سعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين مستمعي ألف ألف أفهم الموجة السعودية، مستمعي برنامج طبابة ألف اللي بيجيكم يوميا من الأحد للخميس بإذن الله من الساعة 1 للساعة 2 بعد الظهر. بنكون مع بعض هذه الساعة مع ضيف، وضيفنا بيكون من النخبة، والنخبة فقط من مجالاتهم. خليني أقول لكم أول شيء كيف تقدروا تتواصلوا معنا. إذا حاب تتصل حيكون على 012-61-100-012-61-116-1100. حلو؟ حلو. أما إذا كان حابين ترسل رسالة حتكون على الواتساب 055-66-89-001 055-66-89-001. معك ايفون، معك ايباد، معك اي جهاز نظام اي او اس، ادخل على متجر ابل او ابل ستور، حمل تطبيق الف الف اف ام. معك جهاز نظام اندرويد، ادخل على جوجل بلاي، حمل نفس التطبيق. فيسبوك، تويتر، انستغرام، قناة اليوتيوب كلها على نفس الحساب الف الف اف ام، سناب شات على الف الف اف ام لايف. حلو، معاكم مكملين وتو بادئين، وبنتكلم اليوم طبعا عارفين مين ضيوفنا المميزين اليوم من مركز سباين فيكس للعلاج الطبيعي. معنا اخصائي العلاج الطبيعي مرعي بن عمير، رح نتكلم اليوم عن حاجه جدا مهمه قلت لكم عليها الصباح. ما ناس كثير تيجي تسوي العمليه وبعدها يطلبوا منهم جدول للعلاج الطبيعي او خطه علاج طبيعي، يهملوها، يقول لك انا بخير الحمد لله سويت العمليه هذا، بس يجي داخل العملية برضو في تأهيل. هذا كمان أول مرة أسمع عنها، في تأهيل قبل العملية برضو. بس خليني أتكلم عن كلمة التأهيل أصلا، يعني بعدها ننتقل لما قبل العملية وبعد العملية. كيف حالك مرعي؟ تمام الحمد لله. والله اليوم مرعي معي بيشرب قهوة، زعلان علينا اليوم وما يبكلمنا الآن جالس. الله يسعدك. طيب خلينا نتكلم عن عملية التأهيل. إيش يعني كلمة تأهيل في مجال العلاج الطبيعي؟ طيب الكلمة هذه هي أساس العلاج الطبيعي. أول شيء قبل ما نبدأ يعني بس أرسل سلامي وتحياتي لأمي، تقول لي صور لي وأنت قاعد في البرنامج، فأدامك الله لنا وحفظك من كل بأس. طيب آمين. التأهيل هو أساس العلاج الطبيعي، ومعنى تأهيل يعني نرجع الشخص إلى ما قبل حالته المرضية. يعني كان قبل مثلا كان يجري ويركض أموره طيبة، حلو، صارت له إصابة لا سمح الله واضطر أنه يخش يسوي عملية. في المغزى من كلمة تأهيل نرجعه ونأهله يرجع يتمرن ويجري ويركض زي ما كان قبل وأفضل كذلك. فهذا هو أساس كلمة تأهيل، أنه نرجع أي شخص مصاب إلى حياته الطبيعية وأفضل من حياته الطبيعية. جميل. يعني يعني احنا عرفنا انه هو تأهيل الشخص للعودة للحياة الطبيعية بصفة عامة. طيب ايش هو التأهيل مرعي اللي قبل العملية؟ ايش يعني تأهيل قبل العملية؟ طيب تأهيل ما قبل العملية هو تأهيل يجهز الشخص حيث انه يكون جاهز للعملية نفسها وما بعد العملية. التأهيل هذا يتطرق لأشياء كثيرة، منها مثلا لو كانت العملية في مفصل معين، تأهيل المفصل في مجالها الحركي الكامل، تأهيل العضلات اللي حول المفصل، إعادة تقويتها بحيث أنها تكون قوية لتحمل الجراحة وما بعد الجراحة، ولأنه أي عملية تخسر العضلة إلى 70% من قوتها. إذا كانت العضلة قوية بما تكفي ما حيكون تأثير العملية عليها أو يضعفها لدرجة كبيرة. فجدا مهم تأهيل ما قبل العملية عشان نحصل نتيجة كويسة وسريعة في تأهيل ما بعد العملية. هذا هو الأساس. حلوة حلو، يعني يجهز الشخص لأنه يسوي تأهيل، يدخل العملية وهو بحالة صحية كويسة عشان ما بعد العملية يكون أسرع، يكون الإجراء أسرع وأفضل. حلو بالضبط. أيوه حلو. إيش تحس أكثر شيء الناس يهملوا، اللي قبل ولا اللي بعد؟ طبعا اللي قبل. اللي قبل هو لين مرة يعني يعتبر الشخص إذا اضطر أنه يسوي عملية ويحاول أنه يكون مرة مستعجل، يلا سوي العملية الحين. طيب في برنامج مهم لازم تسويه قبل ما تسوي العملية، لأن هذا بيساعدك أنه بعدين بدل ما يكون تأهيلك مثلا 6 أشهر يكون تأهيلك أقل من ذلك.
وطبعا كل شخص وبنيته الجسمانية تفرق طبعا. لكن بصفة عامة تأهيل ما قبل العملية جدا مهم للي حاب يرجع بشكل أسرع، للناس المحترفين، للناس اللي تبغى ترجع بشكل أقوى من قبل، ويكون أسهل حتى على الأخصائي في تأهيل ما بعد العملية. جميل. يعني الفائدة كلها يا جماعة الخير ترى للمريض أو للحالة في الأول وفي الأخير. هل عملية التأهيل هذه بتكون بنصيحة من الطبيب؟ يعني هل الأطباء مشاركين في هذه العملية، في هذا الإجراء، في هذا الشيء، أم إنه بيكون اختياري يعني المريض يبحث عنه؟ هو فيه كل الطريقين، بس الأفضل إنه لأي شخص يعني خلاص يكون الوعي يوصل إلى حد حيث إنه خلاص أنا عندي إصابة لازم أخذ إجراءات التأهيل سواء قبل أو بعد. فإذا جت من الدكتور خير وبركة، ما جت منه يصير يفضل أنه عن طريق الشخص يبحث، يتأكد عن الإصابة، يقرأ عنها كثير، يشوف تأهيل ما قبل العملية وما بعدها إذا اضطر الموضوع إلى العملية. فمهم جدا أنه شخص يكون يثقف عشان يعرف حالته كيف، إلى أي مدى وصلت وإلى أي مدى حتوصل لا سمح الله إذا صار في أي إهمال. فمهم جدا الواحد يتعلم إيش صار له في إصابته يعني. جميل. المعرفة أو الوعي نقدر نعتبره هو الأساس في طرق العلاج كلها. نمط الحياة يعني حتى يخلي التأهيل أسهل. إذا كان نمط حياتك هين وسهل، أنت تكون عارف أخطائك صراحة في اليوم كله. أنا اليوم بقول لي مرة أنا عندي ألم شديد يا جماعة في الظهر وقاعدة تزيد، بس أنا عارف إيش غلطتي. أنا جالسة طول اليوم يعني لي فترة كثيرة الجلوس، يعني تسببت مشكلة إن شاء الله في صدد الحل. دائما خلينا نكون عارفين واعيين. المعلومة يمكن ما تفيدك أنت، لكن تفيدك وإنت جالس مع أحد، عرفت كيف؟ يعني أنت جالس مع شخص يعني هو بيعاني من مشكلة أو شيء زي كذا، خلاص صارت تصير ثقافة عندنا. فلان حيسوي عملية، طيب فكرت يسوي التأهيل، تشوف إيش أوضاعك زي كذا. حتى الرياضة، احنا تكلمنا قبل كده في هذا الموضوع، نكون داخل على تغيير شكل في جسمك وزي كده، ترى هذه عملية، هذا إجراء اللي انت حتسويه. بالضبط. يعني حتى الشخص حلو يتأهل قبله وكمان يفضل في مرحلة المحافظة بعد. اتصالاتكم على 012-61-61-100، أما رسائلكم على 055-66-89-01. بعد الفاصل حنقول لكم كمان فين موجودين مركز ومراكز فاين فيكس وكيف تقدروا تتواصلوا معاهم. خليكم على السماع. مكملين معاكم وضيفنا اليوم أخصائي العلاج الطبيعي مرعي بن عمير. وخليني أتكلم عن أول حاجة، أقول لكم كيف تقدروا تتواصلوا مع مركز فاين فيكس بالاتصال أو حتى المواقع. طيب، موقع فرع جدة اللي هو طريق المدينة النازل تقاطع الملك عبدالله، فرع الرياض اللي هو الدائري الشمالي مخرج 6 و7، الرقم الموحد 9-2-40-38. لازم موعد طبعا التواصل على هذا الرقم، وإن شاء الله نحن في الخدمة. إن شاء الله يا رب كلكم طيبين وبخير وسالمين. اليوم موضوع اليوم جدا 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 مهم، التأهيل، كلمة تأهيل. كل الناس ثقافة هذه الكلمة عندنا عبارة عن شيء زيادة، وهي من أساسيات نجاح الإجراء أو العملية أو الجراحة أو بس الكثير مننا يتعامل مع إنه شيء زايد، يعني إنها معلومة زايدة، إنها إضافة، إنها ما حد بيتعامل معاها بصورة جدية إلا اللي عملها وضبطت معاه، فتلاقيه يبدأ ينشر هذه الثقافة للأشخاص اللي حوله. خلينا نتكلم عن التأهيل برضو سواء قبل أو بعد. هل بيكون مخصص بجدول معين أو حسب الحالة والإجراء أو اللي يحتاجه يعني؟ طيب، طبعا لازم على حسب تشخيص الأخصائي أنه إيش البرنامج العلاجي اللي يأهل ما قبل العملية. خلونا ناخذ مثال اللي هو مشاكل الركبة وعمليات الركبة بصفة عامة. عضلة الفخذ الأمامية من أقوى عضلات الجسم، أي جراحة فيها تفقدها 70% من قوتها. فإحنا عشان نكون مواكبين قوة العضلة لازم نقويها بشكل مرة قوي قبل العملية،
عشان بعد العملية يكون ضعفة كذا ولا كذا، لازم يكون فيه ضعف لكن يكون أقل من المعتاد. فهذا بيساعد كثير في أنه بعد العملية ترجع العضلة تصير قوية، لأنها خلاص عندها ذاكرة أنها كانت قوية بمستوى معين، فخلاص طبيعي جدا أنها بترجع بشكل كويس. طبعا التأهيل ما قبل العملية زي ما قلنا أنه نتأكد من حركة المفصل، إلى أنه نحاول نوصل للمجال الحركي الأوسع، قوة عضلات الفخذ الأمامي، الفخذ الخلفي، عضلات البطات للساق، العضلات الأمامية للساق، كلها لازم تكون بشكل قوي بحيث أن خلاص تكون جاهزة لتأهيل ما بعد العملية. في مرحلة معينة من مراحل ما قبل العملية نقول خلاص أنت جاهز للعملية، قدامك العافية، روح سوي العملية وتعال بعد العملية نسوي لك التأهيل. ويعتبر التأهيل ما بعد العملية من أول يوم بعد العملية. يعني إحنا الآن بنتكلم حقيقي عن فوائد التأهيل. طيب في فوائد تانية للتأهيل، ننتقل للحالات اللي مثلا أهم زيادة أهمية فيها أنه يصير فيها تأهيل للأقل أهمية؟ فوائد التأهيل في حاجة مرة مهمة. التأهيل نبغى الشخص يرجع يتفادى أي خطأ بيصير له، يعني الإصابة الأولى جت من خطأ معين هو يعرفها أو هو يجهلها، في كلا الحالتين صار اللي صار. التأهيل ما بعد العملية وقبل وبعد العملية بيخلي خلاص ننبه المفصل أو المنطقة اللي أصيبت أنه ترى الحركة هذه غلط، نحاول نقوي العضلات بحيث أنها ما توصل للمرحلة اللي فيها خطورة ويكون فيها إصابة، يعني إصابة مجددة. فهذه من أهم الحاجات اللي لازم نخليها في بالنا أثناء التأهيل، سواء قبل ولا بعد العملية. التأهيل هذا عشان يرجع الإنسان جدا سليم وجدا كويس ويمارس حياته بشكل جدا طبيعي، وفي نفس الوقت يكون حذر ويكون على كامل القدرة أنه ما يصير في إصابة ثانية لا سمح الله. جميل. يعني أكثر من أحس أنه حتى التأهيل هذا، خلينا نتكلم مرعي شوية عن الجانب النفسي للتأهيل. طيب. يعني فوائده من الناحية النفسية كمان. أيوة، هو الشخص لما يكون أصيب وخلاص حدد له عملية بيكون إلى حد ما يعني بيخلي الموضوع يخاف أو يكون عنده توتر من حاجة معينة، فالتأهيل ما قبل العملية يكون يجهز أنه ترى أسمع كل شيء بيصير تمام إن شاء الله، بس أنت حاول بس تساعدنا في تأهيل ما قبل العملية، شد حيلك معنا في التمارين، سوي كل حاجة بيقولك عليها الأخصائي وسوي العملية وبعدها بترجع بشكل طبيعي، يعني ما في شيء بإذن الله يعني بيكون مرة خطير عليك بعد العملية. فهذا من جدا بيعزز حالته النفسية أنه يكون متفائل وفي نفس الوقت متهيئ تماما لأنه يسوي العملية ومتأمل أنه يرجع بشكل جدا طبيعي. هذا مرة مهم يساعد في حتى لما يرجع بعدين يقول لها أنا الحمد لله سويت تأهيل قبل، فأعتقد أني جاهز تماما لأني أرجع لحياتي الطبيعية وبشكل أفضل كمان. جميل. فخلينا نقول أنه كمان التأهيل التأهيل ما قبل أو بعد العملية بيعطي، يعني أنا أشوف والله بيتخطى 70% كمان من مرحلة العلاج بسبب التأثير النفسي الإيجابي على الشخص. إيش أهم الإجراءات اللي تقول إنه هذا من أهم الأشخاص اللي يعمل تأهيل قبل أو بعد العملية؟ طيب، أي عملية في الهيكل العظمي بصفة عامة، الهيكل العظمي كامل يحتاج لها في عملية محتم لها، خلاص نسوي تأهيل لها، مفصل كتف، رجل، ركبة، حتى العمود الفقري بنفسه لازم في تأهيل قبل وبعد. فما في حاجة محددة ونقول انه مثلا مفصل يستدعي تأهيل قبل ومفصل لا، كل المفاصل او اي حاجة بيصير فيها علاج طبيعي بيصير فيها عملية لازم يصير لها تأهيل قبل عشان تكون جاهز للعملية. الإصابة تخسر المفصل حاجات وعارفها، مثلا مجال حركي معين المفصل عنده ممري أو ذاكرة خليه يعرف أنه الزاوية هذه زاوية 90، الزاوية هذه الزاوية رقم 75 مثلا، فإذا أصيب بالمفصل يفقد كل حاجة، يتلخبط كل شيء في المفصل. ف
فالتأهيل يساعد على أنه يرجع الخطة هذه ولا المجال اللي كان فاكرها الجسم أو المفصل يرجعها لشكلها الطبيعي. فبعد التأهيل اللي قبل العملية لو قلنا أنه بيحسن استعادة المجال الحركي نقول لو قلنا 50% حيكون من بعد العملية بيكمل 50% الثانية، وهذا جدا مهم عشان يتفادى أي إصابة ثانية. جميل. يعني من ناحية الإصابة زي ما قلت لكم، من ناحية النفسية، من ناحية يعني في أهميات وفي حاجات، يعني متى نقدر نقول إن التأهيل قبل أو بعد العملية جزء لا يتجزأ من العلاج، نقدر نقول كده، ولا في حالات إنه يكون الـ 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 العلاج الطبيعي أو التأهيل جزء ما يتجزأ من العلاج أو العملية نفسها الإجراء نفسه؟ إصابات الملعب بصفة عامة كلها تستدعي تأهيل قبل وبعد. حلو. في سؤال هنا، هل تأهيل قبل العملية يزيد من نسبة نجاح العملية ولا ما له دخل؟ جدا جدا يزيد من نجاحها بشكل جدا كبير، لأنه خلاص الجراح لما يفتح مفصل بيحصل أنه المفصل ومرونته كويسة، قوة العضلة جدا كويسة، هذه كلها بتساعده حتى أثناء العملية أنه يسوي العملية بشكل جدا سهل، ويكون قوام المفصل أو قوام المنطقة اللي بيكون فيها عملية جدا مناسب لإجراء العملية، فهذا جدا بيساعد أثناء العملية ونجاحها ما بعد العملية. طبعا لازم ما بعد العملية يراجع المريض اللي سوى العملية، يراجع الدكتور ويكون معاه على مراجعات بحيث أنه كيف وصلت الحالة المرضية، إلى أي مدى تحسنت، هذا كله بيكون بينجح العملية بشكل جدا كبير. يلا ألو. ألو، مساء الخير أختنا أنا وفاء. مثلا طبيعي عندي سؤال للدكتور. هلا يا وفاء، قولي. أيوة، مشان التأهيل، هل هذا التأهيل يعني هو دراسة يدرسون الأطباء يتعلق فقط بالإصابات ولا بالحوادث ولا بكل شيء؟ هذا سؤال. طيب، هو دراسة ولا يعني دراسة للإصابات وللحوادث والعمليات؟ يعني السؤال أيوة، يعني بيدرسوا بيتعبوا في الدراسة كمان لازم عشان يكونوا حتى موجودين معانا يعطونا هذه المعلومات. يا وفاء، مشكلة التأهيل إنه ثقافة غير يعني موسع التعريف فيها في كل النواحي، يعني هل الأطفال كمان لهم تأهيل؟ أيوة بالضبط، تأهيل الأطفال وإصابات تأهيل الأطفال سواء مشاكل عصبية أو مشاكل عضلية، هذا قسم كبير جدا يندرج تحت العلاج الطبيعي ومهم لتأهيل إصابات سواء جت من ولادة أو من مع الكبر. قسم تأهيل الأطفال مجال جدا كبير، وفي تأهيل كل جزء من الطفل عشان يرجع أو ينمو بشكل طبيعي، سواء في جلوسه، سواء في استقامته، سواء في تقلبه حتى أثناء النمو هو طفل جدا. التأهيل هذا جدا مهم في أغلب حالات العصبية اللي تصير في أثناء الولادة أو تصير بشكل وراثي. أيوة جدا مهم تأهيل الأطفال في حالاتهم المرضية. حلو. هنطلع فاصل يا حلوين، مكملين معاكم وأسئلتكم على 012 إذا اتصال 012-616-1100، أما رسائلكم على 055-66-8901. خليكم على السماء. يا هلا. هلا. يلا صلاح. ألو. إيه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا يا صلاح، تفضل. الله يكرمك. بالنسبة لأبغى أتكلم مع الدكتور استشير بموضوع. دكتور لو تكرمت، أنا مسوي 6 عمليات رباط صليبي. سلامتك. الله يسلمك. طبعا سويت تأهيل عدة مرات، كل بعد عملية تقريبا مدة 9 شهور، وطبعا شاركت كورة وكذا وانصبت عدة مرات وسويت العملية مرة ثانية وثالثة،
وبعد كده صارت طبعا آلام ومضاعفات في صارت زي ما تقول ضمط بعض العضلات وضعف في العضلة في البطة من أسفل في الفخذ ومن الجنب طبعا من حد ما أخذ الأوتار اللي ركبوها العمليات. فإيش سويت عملية تنظيف آخر مرة سويت عملية تنظيف للمفصل فما فادني ضربت إبرة زيتية برضو الآلام بتتضاعف صار عندي خشونة من درجات الثانية تقريبا الآن. فبعض الاستشاريين استشرتهم قالوا يعني تتعدى سن الـ60 ممكن نعمل لك مفصل لأنه خلاص الخشونة في المرض دي. إيش الفترة دي اللي أنا طبعا الآن عمري 54 سنة الفترة دي إيش اللي ممكن أنا أزاوله أو إنه طبعا حتى المشي بيأثر علي الدراجة الرياضة بصفة عامة بتأثر علي فإيش اللي تنصحني فيه في الفترة اللي طاحنا يعني الواحد يعني مارسه أفضل شيء. طيب معلش حاولت السباحة كذلك الست عمليات هذه كلها في ركبة واحدة ولا في كل الركبتين؟ لا في ركبة واحدة في ركبة واحدة في ركبة اليمين. طيب مبدئيا مرة تحتاج تأهيل جدا مركز على المفصل الركبة وفي نفس الوقت عضلات الساق والركبة والفخذ كلها يحتاج لها إعادة تأهيل بما أن تقول فيها ضمور وقصر في عضلة البطة هذه كلها حتى في المشي بيكون صعب عليك ويكون الضرر أكثر شيء على مفصل الركبة ويكون يساعد في أنه الخشونة تزيد لا سمح الله. فأفضل شيء أنك تسوي تأهيل وتحسن قوام الركبة عن طريق إطالات للبطات وتقوي عضلات الفخذ الأمامية والفخذ بصفة عامة. هذا يحتاج له خطة علاجية وهو برنامج مرة مركز عشان يرجعك بشكل طبيعي. نصيحة لك لا تهمل نفسك شوف لك مركز متخصص لتأهيل إصابات الركب وبإذن الله يكون البرنامج علاجي كل ما تلاحقت الموضوع أبدر كل ما كان العلاج أسرع بإذن الله. يعني العلاج الطبيعي أساس برضو في علاج يتهيألي هو الأساس في علاج هذه طبعاً المشاكل. طيب تحت الهواء كنت لفت نظري يا مرعي لي أنه إحنا نتكلم شوية عن الأجهزة المخصصة للتأهيل هل يعني هل ممكن استخدامها في مثلاً حالات ثانية واللي هي بس مخصصة للتأهيل والتأهيل فقط؟ أيوة من الأجهزة اللي في العلاج الطبيعي وفي قسم العلاج الطبيعي في أجهزة مثل الإلكتروثيرابي أو العلاج بالكهرباء هذا بيساعد في تأهيل عضلات العضلات المصابة وتأهيل بعض الإصابات العصبية جدا مهم يكون في الخطة العلاجية استخدام الأجهزة هذه لأن الأجهزة بتساعد على أن تعيد تفعيل العضلة بشكل تدريجي خلال الجلسات. في نفس الوقت في بعض الموجات بتخلي أنه تعلم العضلة كيف طريقة عملها يعني تنقبض العضلة بطريقة معينة عشان يعني نرجع للجهاز العصبي طريقة حركة العضلة من الأجهزة هذه اللي هو الإلكتروثيرابي زي ما قلنا ومهم جدا في تأهيل الحالات العصبية مثلا أو الحالات العضلية كتقوية. جميل يعني الشخص في كل الأحوال يعني سواء بس يسأل طبيبه تنصح مرعي يسأل طبيبه يعني مثلا يقول له أنه أنا أروح هل في أشعة مثلا بتكون متداولة بينكم بين الطبيب المختص لعمل إجراء هذه الجراحة أو هذه العملية ولا يوحد طريقة العلاج خلاص معروفة لهذه الحالة أو هذه الحالة؟ طبعا عند الإصابة لازم الشخص يروح للطوارئ ويتأكد إيش صار له من إصابة. الدكتور طبيعي جدا يسوي أشعة سواء الاكس راي العادية أو الرنين المغناطيسي أو المقطعية كلها تبين المفصل وإيش صار فيه من بعد الإصابة. على هذا الأساس الدكتور يطلب تحويل لتأهيل أو تحويل لعلاج طبيعي بحيث أنه يجهزه للعملية لو قرر الموضوع كان عملي. فكلنا بنستند طبعا على التاريخ الإصابة والشكل المريض وفي نفس الوقت الأشعة والتقارير عشان نحصل علاج مناسب نوصل كلنا لنقطة بحيث أنه
يكون هو يستفيد أكثر شيء. إيش النقاط اللي تشعر إنها جدا جدا مهمة أن تكون في بنك معلومات الشخص في كل الأحوال، سواء كان سليم أو بيعدي بحالة، فيما يخص التأهيل قبل العملية وبعد العملية؟ طيب، كل شخص صار له مشكلة أو إصابة أو شيء، لازم يخلي باله أنه عليه حمل معين، وعلى الأخصائي حمل، وعلى الدكتور حمل، كلنا لازم نشتغل على هدف واحد، أنك ترجع بشكل طبيعي. إذا قلنا لك سوي تمارين معينة تلتزم فيها وتساعدنا في الالتزام فيها، هذا كله بيساعد في أن نوصل النتيجة اللي أنت تبغاها. الأخصائي بيطلب منك طريقة معينة في القومة والقاعدة لازم تلتزم فيها، تخلي بالك من المشي بطريقة، لازم هذه كل التعليمات تخليها في بالك عشان كلنا نوصل للنتيجة اللي تبغاها أنت. فبعض الناس مثلا يقول أنا خلاص بارمي نفسي عند الأخصائي هو يتصرف. صحيح، لازم يسوي حاجة الأخصائي والمريض يساعده في أنه يلتزم بالحاجات اللي يطلبها منه الأخصائي وكذلك الدكتور. أيوه، عشان نوصل للنتيجة المناسبة كلنا لازم نسعى من كل الأطراف. لو قلنا مثلا الوزن تساعدنا في الوزن، لو قلنا السباحة تسبح، لو قلنا التمارين السريرية كلها لازم تلتزم فيها عشان توصل للنتيجة اللي ترضينا ثم ترضيك أنت. ربما عدم التزام الشخص بهذه المسائل هو اللي بيخلي في الآخر الصراع موجود، يعني يرجع للطبيب، أنت ما التزمت بالجدول اللي أعطالك هو أخصائي العلاج الطبيعي، ترجع للطبيب، طبيعي أنه حيقول لك ما نفعك العلاج الطبيعي، يعني هو ما حيقول لك أنت إيش سويت وموش سويت، هذا ما هو تخصصه، هذا ما هو تخصصه. ونفس الشيء بالنسبة لأخصائي العلاج الطبيعي، ربما أنت ما التزمت بكل نصائح الطبيب وبكل، ويرجع يقول لك علاجك ما نفعك. فهي المفروض أن أنت اللي توزنها في الأخير، أنت اللي تكون تبغى شخص يعني يتعامل ونمط حياته يمشي بسهولة وسلاسة. مرعي، طيب لو أنا جيت مثلا المركز عندكم وقل لكم أنا ما عندي أي مشكلة لكن أبغى برنامج أو البروغرام الخاص بالتأهيل تحديدا، بحيث أنه أطمئن أنه لو لا سمح الله صار لي أي شيء يكون أي إجراء بعدها يعني آمن وأحسن، هل هذا الشيء موجود ولا ما موجود؟ طبعا موجود، اللي هو البرنامج الوقائي. شخص ما عنده مشاكل ولله الحمد، يقول والله أنا أبغى أكون متفادي أي إصابة مستقبلية لا سمح الله أو عوامل العمر، فهذا يعتبر برنامج جدا مهم لجميع الناس بحيث أنه تكون عضلاته قوية ومتناسقة. ففي البداية نسوي اختبار قوة العضلات عن طريق الأجهزة المختصة اللي عندنا للظهر وللرقبة، وبعدها نحدد إيش الزوايا الضعيفة، إيش العضلات اللي فيها عدم توازن، إيش المستوى بصفة عامة اللي يحتاج أن نركز عليه، ثم نسوي الخطة العلاجية. خلال البرنامج بيكون التركيز على العضلات الضعيفة والعضلات الغير متوازنة عشان نرجع نقومها بشكل طبيعي، سواء في أثناء الثني، في أثناء الفرد للخلف، أثناء النوم، الحركة، الجري، كلها لازم تكون تشتغل بشكل متناسق عشان ما يكون فيها إصابة أو شيء. كلنا الواحد بعض الأحيان ينسى ويتناسى أنه يشيل بالطريقة الصحيحة، فجأة كذا يبغى يدف كرسي أو أي حاجة بيحصل أنه يدف بطريقة غلط ولا سمح الله تصير في مشكلة. لما تكون أنت تسويت التأهيل الوقائي هذا حيكون عضلاتك تكون قوية إلى حد أنها تحد من حدة الإصابة لو كان في إصابة. فالتأهيل هذا يعتبر جدا وقائي، لأنه لا سمح الله كانت عضلاتك ضعيفة وسويت نفس الحركة كان صار في إصابة، لكن عضلاتك قوية. يعني عجبت هذه الكلمة، كلمة التأهيل وقائي، يعني هذه كلمة يمكن هي زبدة الحلقة اليوم وأحلى حاجة قالت اليوم، إن التأهيل مو بالضرورة يكون علاجي، ممكن يكون وقائي. هقول لكم كمان كيف ممكن يكون وقائي حتى لو كان بعد العملية بعد الفاصل. يلا مكملين معكم، لكن هذه آخر فقراتنا اليوم، بنتكلم أنا وأخصائي
العلاج الطبيعي مرعي. بنتكلم عن موضوع جدا مهم، التأهيل قبل العملية وبعد العملية. طيب إيش فائدة التأهيل زي ما قلنا السؤال قبل ما نطلع، إيش فائدة التأهيل بعد العملية لحياته ما بعد العملية أو قبل أي مشكلة ثانية؟ يعني أكيد إنه فائدته مو بس إنه يرجعه يمارس حياته الطبيعية بشكل طبيعي. طيب هو طبعا لكل شخص أهداف في إنه يسوي تأهيل ما بعد العملية. في ناس أهدافها أنها ترجع تلعب كورة، في ناس أهدافها أنها ترجع تلعب بوكسينج مثلا، في ناس أهدافها أنه بس يرجع إنسان طبيعي يقدر يمشي ويجري على خفيف، يعني بشكل مرة خفيف. كل شخص على حسب نيته للرجعة نسوي له التأهيل المناسب له. الناس اللي حابة ترجع تسوي تلعب كورة لازم نحطها في سيناريو معين أثناء التأهيل، بحيث أنه لو لا سمح الله صار في إصابة أنت كيف ممكن تتفاداها، أنت كيف مثلا أنت اضطريت أنك تطيح كيف ممكن تطيح، نعلمه كيف يطيح بطريقة السليمة. حلو. عشان ما يكون فيه إصابة. بتقفز مثلا كيف تقفز بالطريقة الصحيحة، هذه كلها من مراحل التأهيل عشان نرجع الشخص أنه يرجع يلعب كورة بكل سلاسة ما عنده أي مشاكل. الناس اللي حابة ترجع تمارس حياتها بشكل جدا خفيف، مشي عادي، لو بيشد حيله شوية ممكن دراجة، يكون تأهيله مناسب للحالات هذه، بحيث أنه نعطي حرية كبيرة للمفصل. تأهيل المفصل يكون جدا مركز على المجال الحركي، وفي نفس الوقت ما نهم الموضوع تقوية العضلات والتوازن. التوازن جدا مهم في التأهيل عشان يكون المفصل واعي بالزاوية اللي هو فيها. لو قلنا 90 درجة مثلا في الركبة، يكون المفصل عارف أنه هذه الزاوية رقم 90 عرضة لأنه يصير في إصابة، فخلاص تكون العضلات جاهزة أنها تكون تقاوم أي حركة مفاجئة في الزاوية هذه. حبيت شيء في الحوار هذا، هل أنا ممكن أجي للتأهيل لجدول بس أبغى أتعلم دي الحاجات؟ فيه يعني مو الكورة، ما أقصد الكورة أو الملاعب أو شيء زي كده، بس لأنه فعلا قبل كم يوم شفتها في شيء كده في برنامج إنه طريقة السقوط الصحيحة حتى تختلف. أيوه. من سن لآخر وامتصاص الصدمات. بالضبط. هل هذا الشيء موجود في سباين فيكس؟ أقدر أجي أسأل هذه الأسئلة، أسوي مثلا أسوي جدول تأهيلي أو وقائي مثلا لتقوية عضلات الكور أو حاجة زي كده، لكن يكون في طريقة تعطيني هي تقول لي كيف أنا يومي بطبيعة الحال، كيف يكون يومي، كيف أدخل السيارة، كيف أخرج من السيارة، كيف يكون في حالة سقوط لا سمح الله على الدرج، أغلب بيوتنا فيها درج إحنا طالعين إحنا نازلين، الأماكن اللي مثلا اللي ممكن الانزلاق فيها، الحاجات هذه كلها حقيقة إحنا ما نعرف. طيب التأهيل لتفادي الإصابات حاجة جدا مهمة، الواحد ما يعي بأهميتها لين يصير في مشكلة. يعني كلنا في درجة احنا نطلع برجلين بشكل كذا سريع عادي، لكن ما نضرب حساب انه لو ضغطنا على المفصل في زاوية معينة صار في إصابة. فهذه عشان احنا ما نوصل لمرحلة انه يصير في إصابة لازم نأهل العضلات والمفصل عشان يكون متأهب للزاوية هذه اللي حتكون شديدة، خصوصا اللي مثلا واحد تحمس يبغى يخط خطوتين على الدرجة مثلا. أيوه. بيحصل فيه لود زيادة على أو حمل زايد. أيوه. صح. على المفصل ويومين ثلاثة أيام الألم يبقى مستمر معه، عضلاتك ما هي جاهزة لأنها تسوي الحركة هذه. فالأفضل أنك تكون متأهل وأنه عضلاتك تكون جاهزة لأي حاجة فجائية. صحيح. الإصابة تيجي يعني بشكل فجائي، هي امتصاص الصدمات يجي كله من العضلات يعني. بالضبط. في سؤال هنا، أنا عملت عملية الرباط والعلاج الطبيعي ولسه ما أقدر أجري يعني بطبيعتها أو تعور رجلها. وفي مكان العملية مازال مخدر، ما بتشعر فيه كثير. طيب أعتقد مراحل التأهيل ما انتهت، لسه في مراحل لازم يرجع الشخص بشكل جدا طبيعي، هذه من أساسيات التأهيل. أكيد أنه موضوع التأهيل لسه قائم، فالمفروض أنه ترجع تكمل في البرنامج التأهيلي لتأهيل الرباط الصليبي. صح، الرباط الصليبي. وعشان نرجع نوصل لمرحلة لسه في مراحل متقدمة في التأهيل، بحيث أنه حتى ألم الخدر هذا اللي باقي يتلاشى تدريجيا مع التأهيل.
اللي عمل العملية من وقت، يعني مثلا زي هذه الحالة عمل العملية من وقت، هل يقدر أو تقدر تيجي تكمل العلاج يعني أشعتها الدنيا هذه كلها وتبدأ خطة علاج جديدة؟ أيوة كله، يعني ما انقطع الأمل، ولكن حيكون موضوع طويل شوي، التأهيل أيوة التأهيل يأخذ الوقت، كل ما كان الموضوع في بدايته كل ما كان أسهل زي ما كلنا عارفين. إذا تأخر في الأخير في حل بإذن الله، ولكن نبغى له طولة بال واستمرارية معينة في التأهيل عشان نوصل للنتيجة المطلوبة. هل هذول اللي مثلا بيجي بيكون مختلف الوقت؟ يعني مثلا أبغى أعرف إيش معدل الوقت اللي يكون للتأهيل بصفة عامة تقريبا بالتقريب. طيب احنا زي ما قلنا أول أنه التأهيل يبدأ من أول يوم يطلع فيه الشخص من العملية، هذا أول مراحل التأهيل، لأنه يكون بعد العملية طبيعي جدا، فيه تورم في المفصل، فيها احمرار، في ألام، هذه كلها بداية تأهيل. شخص مثلا أهمل المرحلة هذه، لا سمح الله صار فيه تيبس في المفصل وأخر موضوع، صار شهر شهرين ثلاثة، الموضوع صار مجهد أكثر على الأخصائي لما يروح يسوي إعادة تأهيل، هو كان أنه يبدأ من جديد، يرجع يسوي يتحكم بالتورم اللي ساير، الألام اللي سايرة كلها لازم يكون فيها تدخل، المجال الحركي يرجع يبدأ فيه بالتدريج، وحيكون موضوع يعني أطول من الشخص اللي لما يكون دوبه فريش دوبه سوى العملية، يكون فيه يعني استجابة أسرع. فالمدة كل ما تأخر كل ما زادت أعراض التأخير على الشخص وعلى المفصل، يكون التأهيل أصعب كذلك. حلو إنه إحنا نكون عارفين إنه خطوات، لكن كمان حلو إنه أنت تروح، ما حيقول لك إنه مثلاً إيوه حتحس بإذن الله بتحسن، لكن كمل المدة. أنا قصدت أسأل هذا السؤال لأنه في شخص مثلاً يروح خلينا نقول إنه الوقت المتوقع ثلاثة شهور، ثلاثة أسابيع يروح يرتاح ما يكمل. أي بالضبط، أنا نشوف نواجه. يقول أرجع، هل هذا الشخص لو رجع يبدأ من أول جديد؟ عادة أيوه. شفتوا؟ أيوه. لأنه أكيد ما رجع إلا منه صار في ألم، صار في إصابة، والحالات هذه نشوفها بشكل دائم. شخص حس بالعافية وقال خلاص يكفي أنا كويس الحين، يروح يغيب فترة بعدين يرجع بشكل صح ثاني، صح يرجع متألم، يرجع يقول أنا ما صار لي إصابة، صار لي شيء، فخلاص نبدأ من جديد. فإهمال التأهيل جدا خطر في مرحلة التأهيل بصفة عامة كاملة. البعض منه يا جماعة آلام، والبعض منه يجي على شكل فعلا التنميل، أيوه. والبعض يجي، وهذه يمكن من أرزل كمان الأنواع، إن الشخص يصير يتفادى طول عمره حركة معينة، لأن هي هذه الحركة اللي هي تألمه. بالضبط. أنت ما تعرف إن أنت بتعيق حركتك طول اليوم، منسيابية يومك ونمط حياتك، بسبب إنه بتضايق نفسك، بس أنت قاعد بتزعج نفسك طول الوقت. فأشياء تقدر تتخلص منها اعتبرها النادي، بعدين هذه كلها بتقوي عضلاتك وتحطك في مكان جدا حلو، وبتأهلك كمان حتى لبناء العضلات، وهذه تكلمنا فيها في حلقات ثانية. وبالنسبة حتى للحامل يعني بصراحة مركز جدا رائع، العاملين فيه جدا جدا رائعين. نفكركم بس بأرقام المركز والعناوين قبل ما نختم الحلقة. فرع جدة، طريق المدينة النازل، تقاطع طريق الملك عبدالله، مركز ليوان الدور الأول، فرع الرياض الدائري الشمالي مخرج 7، رقم الاتصال 9204038. دواماتنا من السبت إلى الخميس من 10 الصباح إلى 6 المغرب. جميل، ممتاز، يعطيكم العافية. شكرا مرة على وجودك معنا اليوم، شكرا لكل المستمعين، على أمل الجدد لقائي فيكم بكرة بإذن الله في حلقة جديدة الساعة 10 الصباح في برنامج تيمبو. شكرا هلا منصور معنا من الإخراج، كنت معكم نهى سعدي، فمال الكريم، وانتبهوا على بعض.